معنا وقت قليل، لكن عشان أكون منصف أنا عاوز أخذ مكالمة من الأخ زيتونة من تونس. تفضل أخ زيتونة، أنت معي على الهواء. السلام الأخ نزار. أهلا وسهلا أخوي، تفضل. وبي بالله هو لم تتكلم عن الناموس. يقول في الناموس، يقول لأن من حفظ كل الناموس وإنما عفظ في واحدة فقد صار مجرما في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل. أنا أتكلم عن ناموس الآن، وأنتم قلتم الآن قال يسوع، أنا أتكلم يقول ما جئت لأخذ، كلمة ما أمر ما جئت لأخذ أي ما جئت لألغي. فتكلمت عن الختان نعم أخ نزار في سفر التكوين المصحاح 18 والآية كان ماذا يقول؟ يقول وأقيم، هذا يسوع يتكلم اللاهوت، وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيال، من عهدا أبديا. وهنا ماذا يقول؟ لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. و طيب. أنا لا أتكلم عن سيدنا عيسى، يقول ما جئت لأخذ، ما معنى ما جئت لأخذ؟ ما جئت لألغي، أي أنت ملغيت بكلامك يا أخ نزار. طيب حبيبي، خليني أخ زيتونة، وصل سؤالك، وفعلا سؤال كتير كتير مهم، ابقى معي حتى تسمع الجواب. أخوي زيتوني، لما الله عمل هذا العهد مع إبراهيم، هذا العهد الغير مشروط، يعني ما كانش فيه شروط، في عهود كثيرة. العهد مع شعب إسرائيل، إذا بتقرأ في سفر الخروج من إصحاح 19 و20 لإصحاح 25 إلى وقت بناء خيمة الاجتماع، يعني مكان العبادة، كان في عهد، لكن الرب كان بيتكلم بكله إن حفظتم وصاياه، إن سمعتم لصوت الرب إلهكم، فكان في شرط. لكن بيتكلم بعدين بنفهم بالعهد الجديد، بيتكلم مش بنسل، كأنه بواحد، يعني لا مش بالأنسال، يعني كأنه عن كثيرين، لكن بنسل إبراهيم، كل من هو مؤمن بالله من خلال يسوع المسيح فهو مؤمن طبعا، وصار ابن لإبراهيم. لكن في العهد الجديد لما يسوع قال جئت لا لأنقض، على طول أخ زيتون بتقرأ قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني، أما أنا فأقول لكم، ومش بغير الشريعة، هو عم بيقول على شيء بيعطي مفهوم أعمق، مثل ما ذكرت بعد روحي، يعني مفهوم اللي حتى بيطالبنا في مسؤولية أكتر، إنه مش بس إنك تزني فعليا، لكن إذا نظرت واشتهيت أنت حقيقة أخطيت قدام الله، وهكذا القتل والحلفان وإلى آخره. الختان كان علامة عهد بالنسبة لليهود في الشعب القديم، مثل ما ذكرت اللي بتميزهن كشعب يعني مخصص لله حتى يكون نور. في العهد الجديد مش لغى الرب، اليهود ما زالوا يختتنوا حتى يومنا هذا، لكن الأمم مش مطالبين إنه يختتنوا، لأنه في شريعة في داخلهم، ناموس روحي أهم وأعمق. أنا بتقدس في محضر الله، يعني إشعيا لما دخل محضر الله في سنة وفاة عزية الملك، وبعدين صرخ ويل لي إن إنسان نجس الشفتين ساكن وسط شعب نجس، لأن عيناه قد أبصرتا رب الجنود. ففي محضر الله أنا بتقدس، بكتشف نجاستي. شيء تاني، مش بس كلمة الله اللي بتقدس، الروح القدس هو روح القداسة، عندما أمتلئ من الروح القدس أمتلئ بروح القداسة. ومكتوب أيضا لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة، إن أكبر مشكلة اللي بتنجس الإنسان هي الخطية، لا الأكل ولا الشرب ولا الغسلات. أخي زيتوني وكل من يشاهد، اللي بنجس الإنسان
هي الخطية من القلب تخرج الأفكار الشريرة، زنا، فسق، عهارة، قتل، حسد، خصاء إلى آخره. كل هذه الخطايا اللي بتطلع من جوا هي اللي بتنجس. ثم أحبائي، أنا بتقدس لما بصلي باسم الرب يسوع المسيح وأتشبه بالرب يسوع المسيح وألتصق بالرب يسوع المسيح، عندها أكون مثل الرب. وهي هي دعوة الرب لكل واحد منا. الرب يباركك، إلى اللقاء.